وأخيرا في المجموعة الثامنة يتوجه منتخب لبنان إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ، حيث يطمح منتخب لبنان في تأكيد تفوقه أمام أصحاب الأرض بعدما كان حقق الفوز بنتيجة 4-1 في كأس آسيا هذا العام، علما بأن آخر لقاء جمع بين الفريقين في بيونغيانغ انتهى بالتعادل 2-2 عام 2017. وضمن ذات المجموعة تلتقي سريلانكا مع تركمانستان في العاصمة السريلانكية كولومبو في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن حصد أول 3 نقاط.